الصورة دي مع أعضاء نادي الزمالك ومعايا منتخبات وناس من غيرهم، يعني أنا ما عنديش مشكلة برضه نفس الكرافات أو كرافات غير الشيء. لا ده أنا هنا بقول لواحد سنتك سودة وهتشوف أيام أسود بكتير. وده أنا قلته لشوبير أي فترة محددة وعدد، قلت لباسم يوسف، وانا على فكره انا اللي قفلت برنامجه علاقاتي بالسعوديين، يعني دي لقطه متكرره. وانا اللي بيت اسمها البنت اللي اسمها مصر دي، انا اللي قفلت لها قناتها، واخد بالك؟ ففي اللقطه دي هتلاقيها في كل مكان، لما حد بقى بيتجاوز ابعتوا لها لمين المره اللي جايه؟ اللعبه اللي جايه هقولها لمين؟ هقولها للارهاب، اي ارهابي في مصر يخرب في بلده. عايز اقول له اتقي ربنا في الاسلام، انت بتشوه الاسلام والمسلمين، اتقي ربنا في وطنك. انت محمد مرسي اللي هيحكمنا اللي موتنا زي اللعيبه بتوع الزمالك، يا يلعب بالعافيه وتأيده، لا يقول لك اديني فلوسك على ممدوح عباس، هو ده اللي بيحصل بالظبط. فانا بقول ده الصبح ده للولد اللي قال انا بلجيكي، هو انا يا ابني بشتري ازاز هتخوفني ببلجيكا، اذا كان اوباما في عز جبروته قلت هديله بجزمه في عز جبروته. وبعدين ده انت سيرتك سودة، ده انت هتشوف ايام اسود بنتين جايه. دي قدام باب نادي الزمالك، وكنت طالع من النادي لا وكنت رايح ده الجمهور المحترم اللي كان حواليا. ودي كانت كنت طالع من النادي والجمهور كانوا فايزين في ماتش والجمهور حواليا وانا خارج من جوه النادي. دي نفس